ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، في واحد كاتب في الكومنتات بيقول لي هو انت ايه اللي بتستفاده من اللايك ده؟ هو اللايك ده بيديك فلوس مثلا؟ ايه الفايدة إن أنت عمال تطلب من الناس لايكات كتير كده؟ وطبعاً في كلام تاني وحش هو قاله أنا مقدرش أقوله، لكن أنت عايز تعرف ليه اللايك مهم عندي؟ اللايك عشان تبقى عارف مش بيديني فلوس مباشرة، لكن اللايك بيساعد على الفيديو إنه ينتشر بسرعة، كل ما الفيديو بياخد أكبر عدد من اللايكات في أول 24 ساعة بيبقى مت تصدر نتائج البحث وبيبقى متصدر الاقتراحات وممكن في الاخر الفيديو يبقى ترند وعلى فكره مش شرط يعني الفيديو يبقى ترند بعدد اللايكات في حاجات تانية غير عدد اللايكات بتساعد الفيديو انه يدخل الترند زي مثلا كثره التفاعل على الفيديو عدد الكومنتات، عدد ساعات المشاهدة، يعني إيه عدد ساعات المشاهدة؟ مش عدد المشاهدات، في فرق ما بين عدد المشاهدات وعدد ساعات المشاهدة، عدد ساعات المشاهدة اللي هي الناس بتشوف الفيديو من أوله لحد آخره، كل ما الناس بتشوف الفيديو من أوله لحد آخره، كل ده بيرفع من الاقتراحات بتاعة الفيديو، وبيتصدر نتائج البحث، وبيظهر في الصفحات الرئيسية على اليوتيوب، فكل ما أنت بتعمل عدد لايكات كتير على الفيديو، وكل ما بتكتب كومنتات، وكل ما بتشير الفيديو، أنت كده بتساعد إن الفيديو ده بينتشر اكتر وبتخلي اليوتيوب يقترح الفيديو ده على اكبر عدد من المشاهدين فمعلش يا اخي اللايك اللي انت صعبان عليك قوي يعني تعملهولي ده ومحسسني كانك يعني هتقطع حته من لحمك عشان تحطلي لايك يعني ده مهم جدا عندي انا الصراحه مش عايز اقول لكم الكلام اللي اتقال ايه بس انا قلت اجاوب في جزئيه اللي هي ايه اللايك دي اهميتها ايه عندي لكن بقيه الكلام اللي قاله الشخص ده في الكومنت ملوش لازمه انه يتقال بس يا اخوانا ده ردي على موضوع ان بطلب لايكات كتير من الناس إيه سبب ان انا بطلب اللايكات دي. المهم نرجع لموضوع الحلقه بتاعتنا اللي هو قصص المتابعين، وزي كل مره انا بقول لكم قصص المتابعين دي انا ما اعرفش هل هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، ممكن تكون حقيقيه ممكن ما تكونش حقيقيه، ممكن في منها كده وكده الله اعلم، انتوا هتسمعوها مني، انا بس مجرد برويها على لساني، والقصص دي على مسؤوليه اصحابها، ولو في اي اخطاء بسيطه فيها انا بحاول اصلحها على قد ما اقدر، وفي قصص الاحداث فيها بتبقى متلخبطه او ما بتبقاش منظمه فانا بعيد صياغتها عشان تنفع تتقال وتتحكي، لكن الاساس نفسه بتاع القصه اللي الناس بتبعته لي انا بنقله زي ما هو. المهم معلش بطلب منكم الطلب اللي انا بطلبه كل مره منكم في الفيديوهات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولو انتم منضمين حديثا هنا في القناه ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديوهات في معدها ويلا عشان ما اطولش عليكم المقدمه اطول من كده، تعال اقرا اول قصه من قصص المتابعين. بصوا بقى جماعة صاحب القصة الأولى بيقول إيه الموضوع كان من سنتين لما كنت برجع من شغل متأخر وفي يوم واحد صاحبي عرض عليا انه يوصلني لأقرب مكان وكان المكان اللي نزلت فيه قدامي واحد من طريقين طريق منهم طويل شوية وهو كان طريق المواصلات والطريق التاني كان مختصر شوية بس من وسط المقابر وطبعا علشان المقابر قريبة مني فكنت حافظها وعارف طريقي منها كويس هيكون ازاي بس عمري ما فكرت ان ادخلها بالليل كان دايما بالنهار بس قررت ان ادخل منها لان وقتها كنت واقف مستني اي حاجة اركبها بعد ما كان صاحبي مشي وما لقيتش اي مواصلة وعد عليا اكتر من نص ساعة وانا واقف مكاني والدنيا ليه وبرد الشتاء كان شديد وكان اسوأ قرار اخدته في حياتي هو اني فكرت الوقت قصير ان اختصر من الطريق السهل وهو طريق مش كبير قوي اللي همشيه يعني ربع ساعة بالكتير وقتها كانت الساعة بقت 3 صباحا والبرد زاد اكتر والفكرة عمالة تدور جوايا وللأسف الشديد قررت إني هدخل وأمشي وسط المقابر علشان أروح لأني كنت راجع تعبان من شغلي بس لما دخلت ومشيت شوية بدأت أحس بتوتر من صوت الهدوء التام والسكون والضلمة اللي في كل مكان وفي كل الاتجاهات، ما كانش فيه نور غير ضي القمر اللي كان منور قدامي كام متر وورايا نفس المسافة، النور تقريبا وكأني ماشي وسط دايرة نورها بسيطة لكن بعد كده ما كنتش شايف غير ظلام تام. ساعتها التوتر بدا يزيد جوايا بدات احس ان ما كانش ينفع ادخل هنا وقفت بصيت ورايا على طريق الرجوع تاني انا ما بقتش قادر احدد انا فين بالظبط ما كنتش قادر حتى احدد انهي طريق اقصر من التاني اني ارجع اقرب ولا اني اكمل خصوصا اني مشيت شويه والضلمه مش مخلياني شايف كويس وفي لحظه قررت اني هتحرك واكمل الطريق اللي بداته لكن غالبا هيكون اقصر بس فجاه سمعت صوت الكلاب اللي بتعوي وبتنبح بقى في كل مكان، مع صدى الصوت انا حتى ما كنتش قادر احدد هما فين او الصوت جاي منين تحديدا. بدأ الرعب يتملك مني، بدأت امشي بسرعة وكأني على وشك الجري او كنت في بداية الجري، بس صوت الكلاب ما بيوقفش، فجأة حسيت احساس غريب، انا حاسس بوجود حد ورايا، في حد فعلا بيتحرك ورايا، في صوت انا متأكد بس ما كانش عندي الشجاعة وقتها ان ابص ورايا. بدأت اتحرك اسرع، بدأت اخاف اكتر وقت لحد ما لمحت لمبة من بعيد على بعد حوالي 50 او 60 متر ايوة انا عارف الشارع اللي قدامي ده الشارع ده اللي اخرج جامع بدأت ان اعرف انا فين بس احساس الخوف والتوتر اتملك مني لما بدأت اتأكد فعلا ان في حد ماشي ورايا اول ما دخل وهنا خدت تاني اغبى قرار في حياتي ان الف اشوف ايه اللي ورايا ساعتها شفت وسط الضلمة عينين عينين وبس وسط الضلمة كانت بتقرب ناحيتي ولما بدأت الصورة تبقى أوضح وقدرت إن أشوف كويس شفت طفل صغير لابس عباية سودة بس ما كانش ليه ملامح وما كانش ماشي على رجلين رغم إن العباية كانت بتتجر على الأرض بس كان واضح إنه زي ما يكون طاير مش ماشي عيني كانت هتخرج من وشي ما كنتش قادر حتى اقفلها عشان ابربش الخوف خلاص اتملك مني اعصابي كلها بدات انها تسيب بقيت زي المشلول قلبي كان بيتنفض من مكانه حسيت خلاص ان روحي بتنسحب بدات اني ارجع بظهري لكن وشي ونظري ثابتين على الطفل ده وكل خطوه بيقربها مني كان الخوف بيزداد وبيتملك مني اكتر صوت الكلاب كان عالي ومخيف الطفل بدا يبقى قريب مني اكتر بدات احاول ان ارجع بسرعه بس كنت كل ما برجع كل ما بيقرب مني ما كانش جوايا صوت اني حتى صرخ لحد ما وقعت على ظهري والطفل بيقرب اكتر بدات اشوف ملامح وشه اللي ما كانتش موجوده في الاول كان مكشر وملامح الغضب باينه عليه قوي وعينيه اللي كانت كلها لون واحد ابيض شفاف ما كانتش بتتحرك من على عيني خلاص كان فاضل ثواني ويغمى عليا بس ساعتها حصلت اكبر معجزه بالنسبه لي بعد ما كان على بعد خطوات مني اذان الفجر قال الله اكبر وساعتها اختفى من قدامي في وسط مقبرتين بسرعه البرق زي ما يكون اتسحب لجوه صوت الكلاب وقف ما بقاش موجود غير صوت الاذان بس كنت لسه مش قادر اتحرك لسه الخوف والرعب مسيطرين عليا كنت لسه زي ما انا في مكاني وفجاه سمعت صوت خطوات من ورايا بتقرب ناحيتي علشان الف بسرعه ناحيتها ولاقي راجل كبير بيجري عليا وهو بيردد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله بس خوفي كان اكبر واكتر وساعتها قدرت ان اصرخ بس حاول انه يهديني ويطمني بدأ يطبطب عليا وهو بيذكر الله، خدني في حضنه بس أنا كنت بتنفض وبحاول أبعد عنه وفضل يذكر الله بصوت أعلى ويحمده، سندني علشان أقوم ونروح الجامع وهو بيقول لي إيه اللي جابك من هنا في الوقت ده؟ والحمد لله إنك بخير بس ما كنتش قادر أتكلم من الصدمة، لساني كان متكتف وجسمي كله كان بيترعش، بدأت أطمن شوية لما دخلنا الجامع، سألني تاني إيه اللي جابك من هنا؟ وليه دخلت هنا أصلاً الوقت ده يا ابني مش بتاع بس ما كنتش قادر انطق ورد عليه قال لي الحمد لله يا ابني انك بخير وربنا سترها معاك، يلا قوم اتوضى علشان نصلي سوا، الاقامه على وشك، ودخل معايا لاني ما كنتش قادر اتلم على اعصابي، ما كنتش قادر حتى اقف على رجلي، بعد الصلاه قعدنا مع امام الجامع وسالني ايه اللي خلاني ادخل هنا؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ حكيت له الحكايه كلها، فضل يحمد ربنا وقال لي انت اتكتب لك عمر جديد يا ابني، انت تعديت على حرمه المكان وما قلتش اذكار وانت داخل، ولا حتى قلت التحيه لاهل المكان، انت يعتبر اتهجمت على حرمه المكان ودخلت في وقت ما ينفعش انك تدخل فيه غير ولو في وسط جنازه وحتى ساعتها تفضل وسط الناس لحد ما توصل للأمانة وتخرج واللي ظهر لك ده كان حارس المقابر واحمد ربنا انه ظهر لك بهيئة طفل هو كده ما كانش عايز يأذيك هو بس كان بيحذرك انك غلط انك ما ينفعش تكون هنا ناس كتير اتأذت منه وناس ماتت لما شافته على هيئته او لما ضربهم قلبهم مقدرش يتحمل بس انت ربنا بيحبك انه طلع لك علشان بس يحذرك وظهر لك بشكل طفل قوم يا ابني صلي ركعتين شكر لله واحمد ربنا انك لسه موجود معانا دلوقتي انت اتكتب لك عمر جديد وفي الاخر بيقول صاحب القصه وقتها ما كنتش قادر استوعب حاجه غير الموقف والمنظر اللي شفته وبس ولحد هنا خلصت القصه الاولى تعال اقرا لكم القصه الثانيه بيقول صاحب القصة التانية القصة دي من 14 سنة ولسه منحوتة في دماغي كان عندي وقتها 8 سنين الليلة دي مستحيل انساها فاكرها بكل تفاصيلها المنيلة ساعات بحاول اقنع نفسي انه كان مجرد حلم بس بفتكر ان بتذكر الحلم بتاع امبارح بالعافية بس اللي حصل في الليلة دي قبل 14 سنة بفتكره كأنه حصل امبارح كنت نايم في اوضه النوم في السرير على ضوء خفيف من لمبه صغيره كان ابويا مركبها علشان اختي اللي كانت صغيره اربع سنين وكانت لما تصحى والاوضه ضلمه بتبدا تعيط وتصحي البيت معاها المهم في الليله دي صحيت فجاه كده واللي كان مش غريب علشان الموضوع مش جديد عليا قمت قعدت على السرير ببحلق في الساعه المتثبته على الحيطه قدام سرير اختي لسه بدري جدا على ميعاد المدرسه قلت اقوم اجيب حاجه كلها من المطبخ بعدين ارجع انام وهنا حصل الموضوع كان في مراية كانت عند باب الأوضة، كانت كده يمين السرير اللي بنام فيه، وكان سرير أختي من الشمال والباب كان جنب المراية دي على طول، المراية كانت مستطيلة وكبيرة بحجم شخص متوسط كده، بحيث كانت كل الغرفة من ورايا باينة قدامي، قمت من السرير ناحية الباب ببص على المراية وأنا ماشي شفته، شفته بوضوح داخل المراية، جسم كده شكله زي الإنسان. بس اسود قاتم زي الفحم وايده طويلة وعينيه اللي كانت عبارة عن دواير بيضة شكلها مرعب كان طوله تقريبا في طولي انا اتجمدت مكاني في اللحظة دي جسمي بدأ يترعش وبدأت احس شعور غريب مسيطر عليا مع الضوء الخفيف كان جو مرعب جدا بعدها قام الشيء ده محرك ايده بيشاورلي كان قاعد في سرير مبحلق في عينيا التفت مرعوب علشان اشوفه الاقي السرير فاضي قعدت على الارض متقرفص ومغطي عينيا بايدي ما كنتش عارف اعمل ايه قريت المعوزات وقيت الكرسي ورجعت باصص على المرايه لقيتها طبيعيه هديت نفسي شوية قلت في نفسي دي تخيلات بسبب الضوء المنيل ده ومفيش حاجة رحت على المطبخ اكلت البسكويت اللي كنت شاريه للمدرسة وانا بفكر ازاي هضطر زاحم في الفسحة عشان اجيب فطار غير البسكويت اللي بحبه كل يوم معايا المدرسة وافطر بيه كنت بحاول بشدة ان افكر في اي حاجة تانية عشان انسى اللي حصل ده لكن للأسف مفيش فايدة برضو برجع افكر في اللي حصل فجأة سمعت صوت ضحك اختي الصغيرة قطع حبل تفكيري وخضني اختي عادة مش بتصحى الساعة دي اليومين دول ولو صحيت بتصحى وهي بتعيط سبت اللي في ايدي ورجعت على الاوضه شفتها قاعده كانها بتتكلم مع شخص وبتضحك معاه استغربت وندهت عليها لقيتها ما بتردش عليا بعدين بدات تتمتم بحاجات غريبه انا في اللحظة دي اتخضيت جامد حسيت صوتها بدأ يتغير تعرف الاحساس لما جسمك يتشل من الخوف ويهنك كده كل ما تحاول تتحرك انا اتشليت حرفيا لما شفتها لقيتها التفتت ناحيتي وابتسمت وشورتلي بنفس طريقة الخيال اللي كان في المراية طبعا بعد اللي حصل ده قمت مسرخ وصحيت العمارة كلها وابويا وامي وجدتي كلهم جريوا ناحية الأوضة وخايفين وانا عمال اعيط واختي بتعيط ومعرفتش انام الليله المنيله دي ابويا وامي فضلوا سهرانين معايا للصبح بيهدوني واختي نايمه جنبهم ولا كان في حاجه حصلت المهم بعد الموقف ده ما حصلش معايا حاجه تاني كده واختي برضه مفيش حاجه حصلت معاها بعد كده بس اقسم بالله اليوم ده اتنقش في دماغي مش قادر انسى عينيه البيضة المليانة جمود والله لسه شكله محفور بالتفصيل في دماغي ولحد هنا خلصت قصتنا التانية تعال اقرالكم القصة التالتة بتقول صاحبة القصة التالتة انا حصل لي موقف حقيقي بجد في حياتي مرتين وده معرفش تاثيره ايه لغايه النهارده انا حصلت لي حادثه وانا كنت في اولى اعدادي اتخبطت بعربيه لكن الحمد لله انها كانت اصابات سطحيه ورجعت مدرستي عادي بعد ما خفيت ورحت دروسي وبعد الحادثه كنت بتفزع كتير من اقل شيء وكنت اجي انام اسمع صوت رجلين ماشيه على السجاده وكان في حد بيتمشى في الشقه وجيت في مره بعد الدرس وكنت تعبانه قوي ومجهده جيت انام قلت الماما ما تطفيش النور علشان خايفه ونمت ورحت في نوم عميق لكن بعدها قمت مفزوعه على ضربه الم جامده على وشي وببص حواليا مفيش حد والساعه 3 بالليل وصوت الكلاب كان رهيب وحاسه انهم عايزين يطلعوا الشقه واحنا كنا في الدور الثاني بس بدور حواليا على اللي ضربني افتكرته يكون حد من اخواتي لكن بعد وقت قصير جدا جسمي اشعر وصرخت باعلى حسي وندهت على ماما وجت جريت عليا وشافت اثار وعلامات الضرب على وشي وماما خافت عليا قوي وقرت قران الموقف ده حصل معايا لما كنت في اولى اعدادي لكن الموقف اتكرر معايا وانا متجوزه وانضربت ثلاث مرات لكن على مراحل في حياتي وتاني مره انضربت كنت نايمه جنب جوزي وشفت اني ماشيه في حاره ضيقه وكانت في مباني من طوب اسود وناس ماشية من جنبي وبتعدي من جنبية بس بيني وبينهم صور لكن الصور قصير وبعدها لقيت واحدة بتنادي عليا من عندهم ولقيت فيه زي مكان مكسر زي فتحة باب قلت لها انت بتنادي عليا انا قالت لي اه بتقول لي تعالي شوفي بختك وكانت ماسكة حجرين لونهم اسود بتخبطهم في بعض والحجرين بيطلعوا شرارة من نار لقيت جسمي مرعوب منها ووشها عليه طرحة صودة وبترفع الطرحة وبتقول لي ده بختك لقيت شكل اسود عيون من نار لونهم احمر مفيش ملامح لقيت نفسي انا في الوقت ده ما بين الصحية والنايمة ومش عارفة اتحرك بس لقيت نفسي بقول اللهم صل على محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقيت الالم على وشي من قدام وجوزي صحي على صريخي ولقيت عيوني ورمة ومحمرة قوي واتصل بامي واختي وجم شافوا شكلي كانوا مستغربين من وشي وده اللي بيحصل لي بس كل فترة، الصراحة قصة مرعبة وحزينة، المهم لحد هنا خلصت القصة الثالثة، تعالى اقرا لكم القصة الرابعة. بتقول صاحبة القصة الرابعة: أنا في يوم من الأيام كنت نايمة، وخلال نومي صباع الإبهام في إيدي اليمين وقف في زوري، يعني الصباع ده وقف في زورها، وبتقول أنا بنام دايماً على الجنب اليمين، وبحط إيدي تحت خدي، ويومها ايدي اتزحلقت لرقبتي وبقيت مخنوقه وانا نايمه ولولا رحمه ربنا كنت مت بخنقه ايدي بنفسي فجاه حسيت بحد بيصحيني فتحت عيني لقيت بنت بشرتها بيضه وشبهي بالظبط ولابسه فستان ابيض وحواليها هاله بيضه بتصحيني وبتقولي ملاك اصحي بلاش تموتي ملاك اصحي بس صحيت وشفتها وبديت اقرا قران من خوفي بس هي قالت لي ما تخفيش. انا نجوى اختك مع إن أختي نجوى بتنام في أوضتها وهي ليها أوضة تانية بتنام فيها غير أوضتي، ومع إن أختي مش رفيعة زي البنت اللي شفتها وأساسا باب الأوضة كان مقفول ومش مفتوح، ولما البنت اتأكدت إن صحيت وفتحت عينيا وشلت صباعي الإبهام من مكان الخنقة في الرقبة وشافتني فتحت عيني للآخر من الخوف لقيتها بتبتسم لي وبدأت أقرأ قرآن من هول الموقف، ومع ذلك البنت ما مشيتش مع القرآن فأنا من الفزع قمت نطيت من السرير وبقدرة قادر كنت عند باب أوضتي ونورت النور البنت تقريبا كان عمرها في العشرينات ولما شافتني البنت نطيت من سريري راحت لفت ورا ظهري من جهه الشمال هي كانت قدامي لكن مرت بجنبي من جهه الشمال واختفت في الزاويه ورا ظهري عند سريري اللي كان لازق في الحيطه بس انا في ثواني كنت عند باب قطي اللي كان بعيد عن مكان سريري 3 متر تقريبا نطيت المسافه دي نطه واحده مش خدتها مشي ولا حتى جري انما نطه واحده كنت من الخوف والرعب عند باب القطي ولما ولعت النور ما كانش في حد تاني في الأوضة غيري أنا وأختي التانية اللي اسمها ندى وكانت نايمة في سريرها وغرقانة في عالم الأحلام بحب أقول للبنت اللي أنقذتني من موت محقق لولا رحمة ربنا ووجودها سواء كانت جنية أو ملاك أو أيا كائن من مخلوقات الله من أحيا نفساً كأنما أحيا الناس جميعاً جزاك الله خيراً أيا كان اسمك إيه أو جنسك إيه؟ وبتقول صاحبة القصة نسيت أقول لكم إن كان ليها ديل زي ديل الشهاب أو المذنب في السماء، ديلها أبيض وكله نور، وما كانش ليها رجلين من أول الركبة لحد تحت، وهي كانت قاعدة على ركبتها جنب سريري لما حاولت تصحيني، ولحد هنا خلصت القصة الرابعة، تعالوا أحكي لكم القصة الخامسة والأخيرة. القصة الخامسة والأخيرة دي يا جماعة دمها خفيف شوية بيقول صاحب القصة كنا في اسكندرية في العصفرة بالليل أنا واتنين أصحابي أجبرتنا الظروف إننا نسيب شقة صاحبنا ونشوف شقة أجار اليومين اللي فاضلين كنا وقتها في الصيف وفي الوقت ده أسعار الشقق بتتراوح من 150 ل 300 في اليوم ولو على البحر مش أقل من 300 جنيه المهم بنسأل سمسار من اللي قاعدين على البحر قال عندي شقه هنا اهي شايفه البحر بكام يا حج قال لنا ب 175 جنيه علشان خاطركم قلنا له موافقين طبعا السعر قليل جدا بالنسبه للاسعار الموجوده دخلنا العماره وطلعنا الشقه السلم ضلمه جدا والنور عطلان كله بتاع الدور دخلنا الشقه وحطينا الشنط على الباب من جوه كعادة أي شباب همج دخلنا نتفرج على الشقة وكل واحد بيتجول جوه وطلعت أجيب الشنط ملقتهاش قعدت أدور لقيتها فوق بعضها في أوضة من الأوض بقول لأصحابي أنتوا متخلفين بتدخلوا الشنط كلها في أوضة واحدة ليه؟ قالوا لي أنت اللي مدخلها إحنا ما دخلناش حاجة قلت لهم ولا أنت وهو مش طالبة هزار حلفوا 100 يمين إن محدش فيهم دخلهم كبرت دماغي وقلت أكيد هزار سمج غيرنا هدومنا وتمام التمام قلت لواحد فيهم خش يا ابني اعمل لنا شاي دخل حط البراد على النار وطلع قعد معانا عشر دقايق فقلت له قوم زمان الميه فارت دخل لقيته جاي جري بيقول لي البوتاجاز لقيته مطفي قلت له هتلاقي الميه لما غليت قوي وقعت على النار فانطفت او اي حاجه فقال لي لا مفتاح البوتاجاز نفسه مقفول والمية مش سخنة وكان بيتكلم بصوت مرعوب صاحب التاني قال له هتلاقيك نسيت تولع النار اصلا يا مسطول دخلنا الأوضة نقعد جوه نتكلم شوية لحد ما ننام لقينا صوت تخبيط ورزع على باب الأوضة من بره واحنا التلاتة جوه مش عاوز اقول لكم اننا كنا بنسيح من جوانا من الرعب انا عن نفسي فهمت بسرعة فقمت فتحت الباب وانا قلبي هيخترق الحاجز الصدري، لقيت كريستال النجفه المتعلقه هو اللي كان بيتحدف على باب اوضتنا ويقع قدام الباب، والنجفه دي بعيده جدا عن باب الاوضه مسافه الصاله بحالها، المهم قمنا لقينا فلوسنا مش في المحفظه ومرميه على الارض، والمحفظه نفسها كانت متعلقه على فرع شجره زينه كده من اللي بيتعلقوا كديكور يعني، ولقينا 100 جنيه مولعه ومرميه على الارض. وصوت خبط ورزع على باب الشقة من بره قلت لهم يلا نمشي صاحبي قعد يقرا قران والتاني وصل لمرحله انه عيط لما طلع يجري على باب الشقه ورجع عمال يقول مش لاقي السلم والله ما في سلم مش شايفه هديته ولمينا الهدوم ويا فكيك من الشقه الملعونه دي موقف ما بيتنسيش برعبه وبعض تفاصيله اللي ما لهاش اي تفسير بس ولحد كده دي كانت نهايه القصه الخامسه والاخيره يارب تكون القصص عجبتكم او يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير ليه ولو انتم مش مشتركين في القناه واول مره تشتركوا ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في ميعادها واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله واقول لكم مع السلامه